إذا أردت النوم فتوضأ ثم نم متوضئا، فإذا تنبهت من نومك واستيقظت في الليل فقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قل اللهم اغفر لي أو ادع بما شئت، فإنك موعود بأن يستجيب الله دعاءك على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا خير عظيم، أين نحن منه؟ خير لنا في الدنيا والآخرة. أولا هذا ذكر لله وهو عبادة ترضي الله عز وجل، ثم إنك موعود بأن يستجيب الله دعاءك. إذا كان عندك هم افعل هذا سيفرج عنك إن شاء الله. إذا كنت فقيرا وتريد أن يوسع عليك في رزقك افعل هذا واسأل الله وسيوسع عليك إن شاء الله. إذا لم ترزق بولد افعل هذا واسأل الله، وإني لأرجو الله أن يعطيك الولد.